خلص مو مشكلة، أنا رح أروح، لا تأخذني. رسالة شو يا أخي؟ ولك إيه الرسالة يا هارجي؟ ما وصلتك الرسالة؟ إيه خلاص، هلأ فهمت أنت ليش ما عرفتني. ما في مشكلة هارجي، بس بدي منك شغلة، بدي أوتيل يكون قريب من هون. يعني شوف أخي، أنا لازم ضل بضيعة هالكم يوم، أنا معي كتير مصاري. لك يا أخي أنت فهمتني غلط، أنا كبرت بالعمر وعم أنسى كثير شغلات، بس أنا مو متذكر الرسالة بنوب. ولا يهمك هارجيت، ولا يهمك، أنا ما عندي مشكلة أبداً، بس بدي منك هلأ تدلني على شيء أوتيل قريب. يعني أخي مشان مقامك عند فيرندير ما لازم يحس إنك بعتتني على أوتيل رخيص. أو أقول لك خلص ما بدي عزبك، أنا بدور لحالي. يلا صار لازم. استنى شوية، إذا تذكرت مين أنت أو لا مو مهم. لهيك شوف، أنت رح تقعد عندي ومنشان الرسالة رح توصل بالآخر، صح؟ يعني مو حلوة أنا أكون موجود بالضيعة وخليك تروح تقعد بأوتيل برا. خلص خليك قاعد عندي هالفترة. طيب تمام أخي، وهي أول شغلة مشي حالها. بابا أنا جبت لك الشنطاية. نحن ما بنعرف بعض، لهيك أنت روحي بطريقك وأنا رح روح بطريقي. يلا مع السلامة، انتبهي على حالك. يا روحي. بابا بابا قل لي، نحن رح نقعد بهالبيت؟ بعدين وين كنت؟ أنا كنت خايفة لحالي، ليش رحت؟ كنت عم دور عليك كل الوقت وانت هون. شو عم يصير معك؟ شو القصة بابا؟ صاير معك شي؟ شبك انتي؟ شو يلي جابك لهون؟ بابا أنا كنت مضطرة أني إلحقك، كيف بتعصب هيك على بنتك وبتضربها؟ ما عرفت شو أعمل، أكيد ما رح خبر الشرطة أبي، أو كان لازم خبرهم بس ما كانوا ساعدوني. أنا مثلك ما بوثق بالشرطة، لهيك أنا لحقتك كل هالمسافة لهون لأنه لازم ضل معك، مو هيك أنت قلت لي؟ طبعا صح، برافو عليك يا بنتي. استنى شوي أخي، استنى، مين هاي البنت؟ ها؟